ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية في تقرير لها أن معسكر الموت النازي في العاصمة البولندية وارسو هو مجرد خدعة ألفها قوميون بولنديون، لتفصل في ثنايا الخبر أنه لا وجود لهذا المكان سوى في مزاعم ويكيبيديا فقط. إليك حمود. نعم هبة، إذن قالت هارتس حسب ما ترجمه موقع كيو بوست إنه لم يقتل ما يقارب 200,000 شخص في مراكز الاعتقال النازية هناك، وأن هذه المزاعم قائمة على أسطورة لا وجود لها في الحقيقة، حيث أنه لا يوجد دليل تاريخي حسب الصحيفة على وجود غرف غاز ألمانية في وارسو على الإطلاق، وأنه لم يتواجد في تلك المنطقة معسكر للإبادة مستشهدة بمؤرخ في جامعة تل أبيب. يقول تقرير مشاهدينا إن موقع ويكيبيديا ادعى وجود المعسكر كذبا، ذاكرا أجزاء غير صحيحة وتفاصيل مزيفة عن أعداد السجناء القتلى، فأدرج المعسكر المزعوم في معسكرات أخرى للإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود. أشارت الصحيفة أيضا إلى أن النواة الحقيقية في الادعاءات هي وجود مجموعة من مراكز الاعتقال في نفس المكان هذا أثناء الحرب، لكنها قالت إن قوميين بولنديين اخترعوا معسكر الإبادة المزيف لتوفير تغطية لادعاءات خاطئة روجوا لها، وتزعم الصحيفة أنهم قاموا بذلك لتحسين سمعة بولندا في زمن الحرب وسعيا منها للنأي بالنفس عن الذنب في الهولوكوست، ومن أجل أيضا تصوير الشعب البولندي كضحايا فقط للاضطهاد النازي، على الرغم من الأبحاث المتزايدة عن التواطؤ البولندي في الجرائم النازية.